لو تلاحظ وجود المرأة في أعمالي لأن هي تعبير خاص عن إحساسي أنا بالمرأة وتقييمي للمرأة، وزاد إضافة عليها ما يحدث في السودان من أزمات حروب ونزوح وأمراض وجوع وكذا، فالمرأة هي المضحية الأولى، هي المكافحة الأولى اللي بتؤدي لاستمرار الحياة في السودان. وعشان كده أنا من خلال أعمالي بالإضافة للتقدير الخاص للمرأة السودانية بصورة عامة، تقدير لأمي كإنسانة عظيمة أول من اعترف به كفنان، وكانت بتقول راشد ابني العبقري ساعتين ما هي ما بس حست إنه في حاجة مختلفة من بقية أخواني وبقية الناس في المدينة، فكانت هي يعني سند كبير جدا كانت بتدافع عني دائما.